إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا الحين عندي المرحلة ما قبل الأخيرة، تنظيف البوابة، حساس الهواء، تغيير بواجي، وتنظيف بلف التبخير. راح أول شيء أبدأ بأسفل لأنه هو الأصعب شوي، فيها فك التفر ونفك بلف التبخير، وبعدين نرجع من أعلى عشان تكون نهايتنا كلها من الخارج. فكين الكفر، الحين راح نفك صاجة الحماية هذه هنا حقت الكرنك، أو نثبت الفيش حق الكرنك. الرز هذا الهوز حق بلف التبخير. الحين راح نفك الهوز حق اللي هي التبخير اللي في الثلاجة هنا. لاحظوا هذا الهوز تم نفكه، هذا الهوز حق بلف التبخير اللي ركب في الثلاجة. هذا عندي هنا بلف التبخير، راح استخدم الحبة هذه الطويلة 19 مع التوصيلة مع اليد، وهذا بلف التبخير. الحين هذا بسهولة تنظيف بلاش تلكو. تم التنظيف، لاحظوا اللمعة من جوا زي ما هو خارج، لمعة النيكل أيضا هنا، لاحظوا ما شاء الله تبارك الله. هذا ان شاء الله جاهز للتركيب. تم تركيب البلف، الحين راح اركب الهوز. ركبنا الهوز، حتى اثناء ما تركب الهوز والقفيز اللي موجود فيه حاول تدفعه بالدفع مع حركه يمين يسار حتى تسمع صوت طق. صوت الطق هذا معناته انه وصل الهوز في مكانه الطبيعي. الان كذا انتهينا، راح اركب الان اللي هو القاعده او مثبت اللي هو الفيش حق الكرنك. ركبنا مثبت الضفيره حقت الكرنك. الحين كذا ركب الكفر ونكمل اجراءات البوابه وحساس الهواء. الحين راح نفك البوابه، نفتح المسمار حق القلبه اللي هنا، المسمار اللي هنا، الهوز حق التبخير اللي هنا، حساس الهواء، وحساس الصمام اللي فرق. راح برضه نفك الهوزات اللي هنا. هنا راح نفك المسامير الأربعة. عندي هنا هوز التسخين والتبريد والفيش حق البوابة. هذه البوابة، لاحظوا العجب وين هنا، لاحظوا الأوساخ. طبعا الوسخ هذا طبيعي بحكم الاستخدام، المفروض هذه تنظف كل 50,000، لانه بلف التبخير يطلع منه رذاذ او ترشيح لزج مع دخول عن طريق البوابه هواء فيه بعض الاوساخ الغبار، فيمسك في
مجرى البوابة ويكون طبقة بهذا الشكل. فكلما كانت تسخها أكثر كلما كان صرفية البنزين أعلى. راح ننظفها إن شاء الله الآن وتشوفون بعد التنظيف. الحين عندي هنا حساس الهواء، حساس الهواء، هذا عندي حساس الألماس أو حساس الهواء قبل التنظيف، هذا حساس الهواء بعد التنظيف لننظف الكترونيات. ما شاء الله تبارك الله. وهذه ما شاء الله تبارك الله البوابة بعد التنظيف، بسم الله ما شاء الله. تم تركيب الأهواز، تثبيت صامير البوابة بالفيش. الآن كذا جهز البوابة عندي، راح نركب اللي هو قربة الهواء. خلصنا من قربة الهواء، الهوزات، الأفياش، كل شيء الآن تمام. القفيز برضه حق البوابة تم شدها الآن، فقط راح نغير البواجي بيكون كذا إن شاء الله آخر ختامها مسك. راح عشان نفتح المسامير، راح نفتح الأفياش. هذا عندي البواجي القديم، السيارة ماشية 70 وما شاء الله تبارك الله. لاحظوا طبعا السواد هذا يعتبر طبيعي حق المسلمات، هو الأهم الشرارة اللي هنا، وأهم شيء برضو إنه ما يكون فيه تسريب شرارة هنا. فما شاء الله تبارك الله تقولي تمام. على العموم راح نغير إن شاء الله الألوان الجديد. هذا اللي عندي الجديد، نفس الرقم الجديد. ركب البواجي، هذا هركب ان شاء الله الكويلات. نصل الان البواجي، كويلات، شد المسامير. هذا حسوي ان شاء الله برمجة البوابة. نروح على المختصرات، اختار الثروتل، اوكي. فعلات يكون السويتش مفتوح. بعدين راح نختار نوع الشركة. طبعا الحين الجهاز جاهز يتعرف. الحين اختار نوع الشركة تويوتا، الشركة الصانعة المصنعة تويوتا، اوكي. طبعا يقول لك اوتوماتيك او مانوال، اوتوماتيك، اوكي. عندي هنا الخيار الاول اللي هو ريست، اوكي. لحظة 25 ثانية يتم البرمجة حقت البوابة. كده الآن قمت بالبرمجة. طبعا بركب الهوز حق البلف التبخير من تحت، أيضا لازم أركب الهوز من هنا. لاحظوا هذا الهوز تم تركيبه الآن ما شاء الله تبارك الله. بدل المحرك الآن في نزول الهواء، راح أطبق الغطاء الكبوت وراح أجمع الأغراض وبعدين أخذ فيها مشوار. ما شاء الله تبارك الله، هذه بعد التصفية كل شيء على ما يرام. الهواء الأربعين مستقر، الله يعطيه خير ويكفي شره يا رب.